افتتح الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني فرع المؤسسة الاستهلاكية بمنطقة الصخير بحضور معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني. ولدى وصول سمو رئيس الحرس الوطني كان في الاستقبال كبار ضباط الحرس الوطني، بعدها تفضل سموه بإزاحة الستار إذانا بافتتاح الفرع الجديد واستمع إلى شرح حول التجهيزات والإمكانيات التي يضمها فرع المؤسسة الاستهلاكية. وأكد سمو رئيس الحرس الوطني خلال جولته أن الافتتاح يأتي وفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في مواصلة التحديث والتطوير لمنظومة الحرس الوطني العسكرية والإدارية. وأضاف الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني أن رئاسة الحرس الوطني تولي المؤسسة الاستهلاكية اهتماما بالغا باعتبارها جزءا من الشراكة المجتمعية من خلال توفير متطلبات الحياة المعيشية لمنتسبي الحرس الوطني ومواطني ومقيمي المملكة. وأوضح سموه أن استهلاكية الحرس الوطني تشهد تطورا ملحوظا من خلال زيادة عدد فروعها وتنوع المنتجات والخدمات التي تقدمها إلى جانب جودتها العالية. كما أشار سموه إلى أن مسيرة الحرس متواصلة نحو تطوير منظومة العمل الأمني لتحقيق أهداف الحرس ضمن دوره الوطني في دعم الأجهزة الأمنية بالمملكة، وذلك في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.